السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض 5 أسئلة تكامل بيلخبطونا شوية. أول سؤال منهم بيقول تكامل من 1 لسالب 1. طبعا لما كنا بنلاقي الرقم ده زي ده بس متغيرين في الإشارة، كنا بنفكر في حاجة من 2، فكر بنقول إن هي زوجية والناتج يبقى 2 تكامل من 0 لـ1 الدالة، أو تكون فردية وكنا بنقول إن الناتج بصفر. وكنا بنعرف زوجية أو فردية إزاي؟ بنشيل السين ونحط سالب سين في كل المسألة، طلع هنا سالب سين أس 3 على سين أس 4 زائد جتا سين، يعني طلعت الدالة الأصلية متغير إشارتها. بما إن دالة سالب سين بتساوي سالب دالة سين، إذن الدالة فردية، يبقى التكامل بتاعي تكامل من سالب 1 لـ1 سين تكعيب على سين أس 4 زائد جتا سين ده بصفر. طب السؤال التاني، معايا جتا عليها مقياس، نتصرف فيها إزاي؟ بكل بساطة يا باشمهندس، قالك لو الجتا عليها مقياس كنا بنعرف المقياس ونقول إن اللي جواه أكبر من أو يساوي الصفر. طب جتا أكبر من أو تساوي الصفر إمتى؟ قلت له يا أستاذ من 0 لـ2، ما بين 0 و90 هي بتكون بالموجب. دول يا أستاذ كانوا 10 باي، يعني كام باي على 2؟ 20 من باي على 2 جتا سين. وتحل سؤالك عادي خالص، الرسمة دي هتوضح لك الكلام ده معنى ايه. بعد كده يا أستاذ بنحل 20 الجتا تكاملها بجا سين من 0 لـ2، لما نعوض بباي على 2 يبقى 20 في 1 ناقص 0، يطلع الناتج 20. حاول توقف الفيديو ده كده وتفكر في المسألتين دول. المسألتين دول تقريبا نفس طريقة الحل، لو ما قدرتش توصل هحللك الأولى وبرضو وقف الفيديو وفكر في التانية. في السؤال الأول يا أستاذ هنمسك ه أس س نضربها، هيبقى تكامل ظ س ه أس س زائد ه أس س ق تربيع س. التكامل نقدر نوزعه على كل واحدة، ده كده يا أستاذ تكامل بالتجزيئ، دي كده تكامل بالتجزيئ. اله كنا بنكملها والظا هنشتقها، مشتقة الظا بقا تربيع س، وه أس س تكاملها ب أس س، والناتج ضرب دول ناقص تكامل دول. هنمشي بنفس الطريقة، ضرب دول يبقى ه أس س ظا س ناقص تكامل دول ه أس س ق تربيع س زائد تكامل، ننقل الباقي ده ه أس س ق تربيع س، ما دول لما جمعناهم راحوا، يبقى الناتج ه أس س ظ س زائد طبعا ثابت. طب السؤال اللي بعده ده هنتصرف ازاي؟ جينا قلنا له يا أستاذ احنا ممكن نكتبه كده، نضرب ه أس س أس ن زائد ن س أس ن ه أس س أس ن، ونرجع يا أستاذ نقول له هي كده زائد ن أو س في ن في س أس ن ناقص 1 ه أس س أس ن. ايه اللي انا عملته يا شباب؟ جيت على س أس ن دي قلت هي س في س أس ن ناقص 1. طب ليه؟ عشان اخلي ده مشتقة الأس اللي هنا. تمام، هنسيب دي زي ما هي تكامل ه أس س أس ن، ونكمل دي تكامل بالتجزيئ، السين هنشتقها ودول هنكملهم. تكامل دول به أس س أس ن واشتقاق دي بواحد، والناتج كان ضرب دول ناقص تكامل دول، يبقى ضرب دول س ه
ه أس س أس ن ناقص تكامل دول ه أس س أس ن دول راحهم، يبقى الناتج طلع س ه أس س أس ن زائد ثابت. اثبت أن تكامل س ناقص واحد على س زائد واحد د س بتساوي لوغاريتم ه ه أس س على س زائد واحد أس 2. طب يا أستاذ الكلام ده يا شباب بنتصرف فيه ازاي؟ جينا هنا قلنا له ده دي عبارة عن س زائد واحد ناقص 2 على س زائد واحد على س زائد واحد. عملت ايه يا شباب؟ ضفت واحد ونقصت واحد، وقمت جاي مخلي الإشارة دي هنا، تمام. دول كده بواحد ناقص 2 في واحد على س زائد واحد. تكامل الواحد ده عبارة عن س ناقص 2، اللي فوق مشتقة اللي تحت يبقى لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت طبعا. مفيش حاجة من الإثبات ده طلعت يا أستاذ. ماشي، الس دي تعتبر مضروبة في واحد، س له ه ه ناقص، هقدر أطلع الاتنين دي فوق، بقت س زائد واحد أس 2، شلت المقياس خلاص، زائد ثابت. السين دي اقدر اطلعها من هنا فوق. امتى بنطرح لوغاريتمات؟ بنطرح لوغاريتمات لو كانت اسمها، يبقى له ه ه اس س على س زائد واحد اس 2 زائد ثابت. كده يا استاذ انا قدرت اثبت له ان الكلام ده بيساوي بعضه. هسيب لك مساله تفكر فيها وحاول تطلع الناتج مضبوط. المسألة يا باشمهندسين من صفر الباي تكامل جذر واحد زائد جا سيتا دال سيتا. دي هنحلها ازاي؟ هل هنبدل الواحد ونحط جا تربيع سيتا على اتنين زائد جتا تربيع سيتا على اتنين، ونبدل الجا سيتا ونحط اتنين جا سيتا جتا سيتا؟ عاوز اشوف الناس كده هتتصرف فيها ازاي. اكتب لي في التعليق انا بقرأه، ما تقلقش. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.